نعمل وفق الدستور وفي القانون، وليس بأيدينا نحن نتجاوز، حتى لو الأمر يمكن يغيظنا ولا يؤلمنا ولا كذا، لا نملك إلا أن نسير وفق القانون وفق الدستور. وبالتالي عندما أتى طلب النائب العام برفع الحصانة عن نائب عبد الحميد دشتي ما تأخرنا فيه الأخ الرئيس، ورفعناه رأساً إلى معاليك، وأنت حلت بدورك إلى اللجنة التشريعية، والآن هو للتصويت، وإحنا راح نصوت مع رفع الحصانة كما هو دأب يعني الحكومة أنها تصوت مع رفع الحصانة، وبعد ذلك النائب يروح يعني أمام القضاء العادل ويحاول أن يدافع عن نفسه. فما أدري وين تقصير الحكومة اللي يشير إليه.